في ختام هذا البرنامج انه وفق له معكم، ابغاكم تسامحونا وتحللونا ان اخطينا عليكم. الله يسامح قصرنا. وايضا انا انقل اعتذاري لشخص عزيز علي وغالي، انا اليوم زعلته اللي هي زوجتي ام عبد الله، اعتذر منها صراحه. البرنامج اخذني كثير منهم، من عيالي ومن اسرتي، وقصرت كثير بحقهم، فمن خلال هالمنبر هذا انا اقدم رساله اعتذار لهم، ويا رب ان الله يكون اب كفو لهم والد، محبتي الكبيره لهم، وعذروني على التقصير يا عائلتي واسرتي، واكرر اعتذاري لكم. ايضا اكرر اعتذاري نجومنا، اذا صار يوم تقصير منا قصرنا، ما ادينا واجبكم، طلبتونا طلب وكنا رفضنا. ترى احيانا سياسه البرنامج تحتم علينا، ان واحد منكم كان يبي يطلع رفضنا، واحد كان تعبان وقلنا برصيد ولا طلع. فوالله كل العذر منكم، قصرت في جانب الاسره لجل اخوانك، اسال الله لكم التوفيق. سم اكتب اجرك عليك، اللي بالعز لا يشد عن الراحه، يعني رانا رجال تقديم يصاليها اعزاء خسريتها لين وصلنا الى ما وصلنا لك. الحمد لله. بالنسبه لنا حنا المتسابقين والله ما قصرتوا، من رايتكم بيضه وعلومكم غانمه، ولا انت ولا الربع اللي معك كلهم. ينطبق عليكم بيت عفاس، مدري عفاس يوم يقول ما يجعل الاحرار مثل المماليك لما عرف رجال. والله ما لنا معرف عليكم، اللي احنا اخوان، وحنا انا كسبت 26 رجال واخوان واحباء واصدقاء، واتمنى لكم والله العظيم كل التوفيق. والله اني افرح لنجاحاتكم ونجاحات المتسابقين اللي قبل، والله العظيم ان اي احد ينجح كانه نجاح شخصي لي انا. امانه الواحد يخطط جيدا لما بعد البرنامج، وهذا الكلام ان شاء الله بقوله متلحقين عليه تحت الهواء. ترى البرنامج ما هو الا جزء بسيط من الوصول. صح. وصولك الحقيقي هو استمراريتك ما بعد البرنامج، والطريق اللي انت مخططه وماشيه او راسمه. ان شاء الله نشوفكم معنا في مرات جايه في قناتكم قناه بدايه، وهذا مكانكم وهذا المكان اللي طلعتوا منه. انتم عشتوا هنا اكثر مما عشت، والله كلام دحام لمسني قبل شوي لما كان يقول ان ما ادري كيف اودع القريه، حتى صاغها صياغه حلوه. ايش كنت تقول يا دحام؟ والله اقول اني عشت فيها، اني حتى جدرانها وماكنها وزواياها وصلت اقصى معاليق قلبي، اخوياي وضحكاتهم اتذكر. لو طلعت انا شلون بتذكرها؟ والله اني داخلها كل يوم من هنا وناظر في الجلسه اللي هنا، قلت بعيش انكم قلتوا لي بعد سنه تعال يا دحام ضيف وتعال شوف، وادخل من هنا اتذكر ضحكات اخوياي هنا، سواليفهم ومزوحهم، التفت على المطبخ فقرات المطبخ، والله اني اصد عنها واتجزع منها. والله ان كلنا عشنا هنا شيء ما كنت عشناه برا، سوى عشنا المره والحلوه، ضحكنا وحزننا، فرحنا وتنكدنا، تفاصيل حلوه ومرض حياه مختلفه. الله لا يحرمكم لذتها، والله لا يحرمكم هالاجتماع بالتاكيد، وان شاء الله انكم تجتمعون برا مثل ما اجتمعتوا هنا، ويجمعنا الله سبحانه وتعالى بعدها في جنات عرضها السماوات والارض على سبيل المقابل ان شاء الله باذن الله تعالى. ابو عبد الله وتماشي وتماشي، انا اتوقع النسخه ذي بتقود الكف الدفه معك وانت رئيسها في الايام الجايه، انا اتوقع. انا متفائل. اي والله متفائل برضه والله. طيب شو يقولوا؟ اعطونا شيء يا جماعه يلا. الشتا ما زد رصيدك دوم غير، الشتا ما زد رصيدك دوم غير، خلنا ماشي فرحه ولمت حبايب، فوق عالي مستوى والقلب طاير. لا ما بعد خلاص، ما عاد تبغون، ما عاد تبغون ما اجيكم، ما تبغون لحظه، ما عاد تبغون اجيكم مره ثانيه. رقم سبعه كذا يا الربع، ولا اتكلم الا بلسان. نوصي نوصي جروبات الدعم لابو عبد الله، الشنطه وين ابو عبد الله؟ كل واحد يعني يطلع نقول جروبات كذا ايه، نوصي جروبات الدعم. اشهد لله احنا عشنا مع القصه ما يعرفونها اغلب الناس. الله يسعدكم. هو ندعم ابو عبد الله. انا لا لا والله والله ما تاخذ عشان تمدي عادي، ابي امدك كذا عادي. لا لا عطنا، ابي احط مخبر. انا حالف حالف. باقي علي
ولا لا ايه حبيبي انا باقي متمدد في القناه وين انا هنا الله يسعدكم يا حبايب الله يوفقك والله والله مو بسلف والله اني احرس واحد فيكم والله اني احرس فيكم واتمنى لكم التوفيق اي والله الله يوفقكم ان شاء الله يا ضياء نور يا مدهالنا ومن عار الشوق تهوانا يا ضياء ويا مدهالنا ومن عار الشوق تهوانا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا اشتقنا يا حلو والله اشتقنا قلب الزمان مفارقنا اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لاجل الزمان مفارقنا يا ضياء ويا مدهالنا ومن عار الشوق تولعنا يا ضياء ويا مدهالنا ومن عار الشوق تولعنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا والله العظيم بما انكم بيض الله وجهكم والله من يستحق هذا الممر أو شيء يسرتي الله يبيض وجهه والله اللي مزعلهم ناصر والله من يستحق هذا الممر الرجال اللي في الكنترول هنا اللي يشتغلون بالساعات يعني تخيلوا واحد جالس على كرسي 10 ساعات لأجل أن ينقل الصورة ينقلكم أنتم للمشاهد ناهيك عن فريق الإعداد عن المخرجين المصورين المراقبة فريق الإنتاج بكري كل الشباب اللي هنا بيض الله وجيههم هم والله يستحقوا الممرات الشرفية هم اللي يتعبون أضعاف أضعاف تعبهم أنت سد عنه هذا هذا عن عن هذا الطاقم كامل الله يبيض وجيههم انا والله قلت له تعال يلا فوالا ذكرى صيدك ما هي محلى الليالي ذكريات عطر دايم في بالي قفل يا ولد قفل يا الله يرضى والشتا ما زد رصيدك دوم غير والشتا ما زد رصيدك دوم غير باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علي مرح العمري ونقدم لكم فقرة اليوم الصدى وكيف تأخذ الصدى مدير كبير مدير كبير ألو مدير كبير أعطونا مدير كبير صار مدير صغير ألو ألو السلام عليكم هاي شباب ليه يا منى أقسم بالله